السلام عليكم عزيزي المشاهد، أرجو أن تكونوا بصحة وعافية. اليوم سوف يكون لنا حلقة جميلة، ألا وهو الرسم الهندسي عن طريق الانفنتر. الانفنتر من البرامج المهمة التي تساعد الكثير من المختصين والمهندسين الذين لهم أعمال في الرسم الهندسي، حيث يساعد هذا البرنامج على تسهيل كثير من الأمور من ناحية الرسم الهندسي. فاليوم سوف لن نستعمل الأونشوب، اليوم سوف أريكم كيف ترسمون على الرسم على برنامج الانفنتر، وترسمون هذه العتلة الدائرية التي تحوي على كرات صغيرة متحركة. أرجو أن هذه الحلقة تكون مفيدة لكم وتستفادون منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهنا نختار اللون المناسب. هذه أحد الألوان الجميلة للكرة. مشاهد نقوم برسم القطعة الرابعة. ونضع القياسات المطلوبة. ونكتب هنا 16 أو أي رقم مناسب إلى العتلة الدائرية حسب الاستندار العالمي. وتكون القطعة بهذا الشكل. الآن نقوم عزيزي المشاهد بعمل أخدود مثل هذا كما ترون
ثمانية قطع حول القطعة ونقوم بهذه الطريقة. سوف يكون الشكل بهذه الهيئة، وبعد ذلك نقوم بالضغط على شل في الأسفل وعلى الطرف وأيضا من أسفل القطعة. ونكتب 1.5 ملم، فسوف يكون الشكل النهائي لهذه القطعة بهذا الشكل. الآن سوف نقوم بعمل ثقوب على القطعة. سوف يكون شكل القطعة بهذا الشكل.
الآن نقوم بعمل ثقوب مثل هذه حول القطعة. نقوم بعمل نفس الطريقة التي قمنا فيها في البداية. وهذا هو الشكل النهائي لهذه القطعة. الآن عزيزي المشاهد نقوم بتجميع القطع. على يمين الماوس. أوكي. عفوا مرة أخرى. أوكي. الآن نريد أن نجمع هاتين القطعتين مع بعضهما البعض. نقوم بإيجاد الإحداثيات. هذه الإحداثيات الأساسية للقطعة. وهذه الإحداثيات الأساسية للقطعة المضافة. نقوم بإيجاد محور الدوران. نقوم بالضغط على اللوك في الأعلى. عفوا. سنترال. وهكذا تم جمع القطعتين مع بعضهما البعض. اوكي. اوكي. الآن هاتين القطعتين مجموعتين مع بعضهما البعض. الآن نقوم بإضافة الكرة الصغيرة.
ويجب أن نجد الأحداثيات التي على أساسها تجمع الكرة مع العتلة. الآن نقوم مرة أخرى بالضغط على كونسترين لتكميل تجميع القطعة، ونضغط مرة واحدة على الكرة، وبعد ذلك على هذا الرمز. وبعد ذلك على هذا سطح القطعة. ونضغط مرة واحدة على الكرة، وهنا Apply. فكما ترى عزيزي المشاهد، لم ننتهي الآن نقوم عزيزي المشاهد بربط هذه العتلة مع الكرة الصغيرة، العتلة الداخلية مع الكرة الصغيرة. نذهب إلى الإحداثيات التي تتعلق بالقطعة الداخلية. الآن تم الربط. كما ترى عزيزي المشاهد، الآن هذه الكرة تتحرك دائريا. الآن نقوم عزيزي المشاهد بإضافة 8 قطع كروية داخل العتلة. الآن نقوم عزيزي المشاهد بإضافة 8 كرات صغيرة داخل العتلة. والآن يجب أن نجد محور الدوران. هذا هو محور الدوران التي على أساسه تكون القطع بشكل دائري متجمعة، وأربع قطع، لأن هنا مكتوب أربع قطع، إنما أنا أريد 8 قطع، ويجب أن تكون على 45 درجة. انظر عزيزي المشاهد، نحن على نهاية تكملة هذا الرسم. الآن نقوم بإضافة القطعة الأخيرة. والآن نقوم بإيجاد محور الدوران.
فكما ترى عزيزي المشاهد الآن نقوم بتضبيط القطعة. والآن نقوم بإضافة نفس القطعة من الطرف الآخر من العتلة. هناك طرق عديدة لتجميعها ونأخذ أحد هذه الطرق. وبهذه الطريقة تم تجميع هذه القطعة الجميلة. وكما ترى عزيزي المشاهد أرجو أن هذه الحلقة قد نالت رضاكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.